وزارة الداخلية بتواصل تنفيذ فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، وده طبعا بناء على توجيهات القيادة السياسية. مد فترة المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد لنهاية عيد الأضحى المبارك أسهم في إتاحة الفرصة للمواطنين في الاستفادة من التخفيضات الكبيرة على السلع التي أتاحتها المبادرة والتي تصل إلى 60%. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. وزارة الداخلية أطلقت فعاليات هذه المرحلة من المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية في 15 من شهر مارس الماضي، ومنذ بدايتها وتشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء متطلباتهم من السلع الأساسية. أنا شايفة في اختلاف جامد في الأسعار من رمضان تقريباً، المبادرة دي شغالة وعرفت إنها مكملة للعيد، كل سنة طيبين. ما شاء الله الحاجة حلوة قوي، حاجة نظيفة جداً وأسعار في متناول إيد الجميع يعني. الأسعار أحسن بكتير من برة، وطبعا توفير السعر دوت في المبادره بيخليني اقدر اشتري كل اللي انا عايزه. شعب وقياده وشرطه، احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهايه. قرابه 1000 فرع لكبرى السلاسل التجاريه ومنافذ اقامتها الوزاره بالاشتراك مع كبار الموردين والتجار تشارك في هذه المرحله، ومع مد فعالياتها تنضم سلاسل تجارية جديدة لها. احنا أصرينا ان احنا نشترك في المبادرة، وده احساسنا ان احنا لازم نبقى موجودين في خدمة الدولة وفي خدمة اي حاجة بتساعد الناس. كلنا بنسعى وكلنا بنجتهد ان احنا نقدم احسن سعر عشان المستهلك يحس قد ايه الدولة بتهتم إن إحنا نقدم الخدمة كاملة للجمهور بأفضل أسعار. وفرة كبيرة في المعروض من كافة أنواع السلع وبجودة عالية أتاحتها المبادرة للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل المتغيرات والتحديات الدولية والتي أثرت على أسعار السلع، وهو ما أشاد به المواطنون. إحنا بنيجي مخصوص عشان المبادرة ديت، وإن هي أسعارها أقل من العادي. الزيت سعره كويس جدا، والرز كويس جدا، كل حاجة جميلة جدا عن بره، والأسعار كويسة جدا. جيت لقيت هنا الزيت والسكر والمكرونة والرز، الحاجات رخيصة تبع المبادرة. صراحة يعني مش محتاجين أي حاجة كده، يعني أنا خدت بأسعار أحسن من بره كتير. شعب وقيادة وشرطة، إحنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. كما تشارك في المبادرة منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. بصراحة أنا على طول هنا في منافذ بيع أمان، لأن في تفاوت في الأسعار ما بينها وبين بره، ده طبعا بيتيح لي إن أنا أجي هنا واشتري طبعا يعني زي ما أنا عايز. نشكر وزارة الداخلية برضه على المبادرات والأسعار اللي بتنزلها لنا، سواء اللحوم أو السلع التموينية. أسهمت المبادرة منذ إطلاقها في التخفيف كثيرا عن كاهل الأسر المصرية مع الارتفاع في أسعار السلع تأثرا بالمتغيرات الدولية، بتوفيرها كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة.